خلونا نذهب إلى خبر آخر. مصر استضافت وتستضيف المؤتمر الطبي الإفريقي الأول الأسبوع القادم من 5 ل 7 يونيو. هذا المؤتمر يعني في عدد كبير حوالي 350 شركة، شركة دواء بحضور 102 دولة إفريقية. ما هو هدف هذا المؤتمر وأهميته؟ دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية الطبية. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. إيه أهمية هذا المؤتمر ويعني ليه في هذا الحضور الكبير من إفريقيا؟ اولا طبعا هذا المؤتمر يعني هو مش مؤتمر فقط، هو مؤتمر ومعرض طبي كبير. خليني اقول لحضرتك ان ده يمكن الاكبر من نوعه على مستوى القاره الافريقيه منذ عقود طويله، يعني لم يحدث في القاره الافريقيه حدث بهذا الحجم منذ عقود طويله، يمكن ما حصلش قبل كده. اقدر اقول ان هو ده الاول من نوعه في القاره الافريقيه، وده كان يعني من ضمن الأجندة المتفق عليها لما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، وكان وجه يعني سيادة الرئيس لابد من إبراز دور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة الأفريقية. يمكن حضرتك عارفة أن في عام 20 وعام 21 طبعا ما حدث من جائحة كورونا، وتأخرت الكثير من الخطط الموضوعة في هذا الشأن، فكان هذا المؤتمر والمعرض باكورة التوجهات الرئاسية فيما يخص التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية. يمكن طبعا القارة الإفريقية يعني مش بمنأى عن العالم، بالعكس لديها الكثير من التحديات في القطاع الصحي. العالم كله مر بتحدي كبير جدا من خلال جائحة كورونا في العامين الماضيين. تعرضت كافة النظم الصحية للكثير من التحديات والاختبارات، ويمكن القارة الإفريقية كان في تراجع في يعني مؤشرات كثيرة جدا مثل الطب الوقائي وبرامج الصحة الأساسية. فكان لزاما علينا مصر من منطلق دورها ومن منطلق طبعا الدور التاريخي والارتباط الوثيق مع القارة الإفريقية، مش هقول من الموقع بس، الموقع الجغرافي والظروف الديموغرافية والظروف المناخية، يمكن حتى قمة المناخ القادمة هتناقش الكثير من التحديات اللي بنقابلها في مصر وفي القارة الأفريقية. طيب، بصورة عامة يعني هل احنا هنا بنستهدف يعني الى توطين صناعة الدواء في مصر، ان مصر تكون هب لصناعة الدواء وتصدر لإفريقيا، ولا ايه هدفنا بالظبط؟ هو زي ما قلت لحضرتك مؤتمر طبي ومعرض كبير، وتنظمه هيئه الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبيه. المعرض ده حضرتك تفضلتي وقلتي بعدد الشركات العارضه يمكن اكثر من 350 شركه، 100 دوله مشتركه في هذا المعرض. الهدف منه ان احنا بنعرض احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الطبيه على مستوى التجهيزات الطبيه للمستشفيات والمراكز الطبيه، وايضا شركات الدواء العالميه وشركات الدواء المصرية بتعمل أيضا في هذا المعرض على نشر ثقافة مهمة جدا. هذه الثقافة، الاحتياجات الدوائية في القارة الإفريقية فيها تحدي كبير جدا، فإحنا بنتشارك مع أشقائنا في القارة الإفريقية لوضع سبيل لنظام موحد للتسجيل الدوائي، نظام موحد أيضا لدعم سلاسل الإمداد الدوائي في القارة الإفريقية، توطين صناعة الدواء في مصر وفي مجموعة من القارة من الدول الإفريقية، حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي على مستوى القارة. بمعنى التحدي اللي العالم كله بيمر بيه، لازم احنا داخل القارة الإفريقية نعمل بنظام المشاركة، أن نشارك بعضنا البعض في حل مشاكلنا داخليا، لا نعمل بمنأى عن العالم الخارجي أو الدول الأوروبية والأمريكية، ولكن لدينا لابد أن يكون لدينا هوية إفريقية بنعرف مشاكلنا وبندرسها بصورة جيدة، ونتعاون كشركاء في القارة على حل هذه المشكلات مع بعضنا. طيب، يعني كان في انباء ان الرئيس هيطلق مبادره اطباء مصر اللي بتمنح الاطباء تمويل لتجهيز عيادتهم بفائده 5%. يعني ايه معلومات حضرتك عن يعني هذه المبادره؟ يعني كان في وعد، بس هذا الوعد يدرس على مستوى البنك المركزي طبعا ان شاء الله. هو الهدف من هذا الموضوع ان احنا بنقدم حلول جديده داخل مصر وخارج مصر في القاره الافريقيه لاشياء متعدده، كان من ضمنها يعني في مقترح هذه المبادره ان شاء الله تلقى التوفيق باذن الله في الايام القادمه. بعد حضرتك المؤتمر في هيبدا في الاحد القادم يوم 5 من يونيو، ان شاء الله باذن الله يكون في
يعني بوابة جديدة أو نافذة جديدة للتعاون المصري الإفريقي في مجال الصحة بصورة عامة. شكرا دكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية الطبية.